السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير يا جماعة. النهاردة هنوريكم ازاي هنعمل فطيرة بالسجق، واللي هيعملها لنا الشيف رزة قدامنا دلوقتي. اتفضل يا شيف، كلمني. وحشتوني والله يا رجالة. عاملين ايه؟ كله تمام؟ كله بخير؟ دلوقتي احنا هنعمل فطيرة بالسجق. اسهل طريقة، امبارح عملنا العيش، النهاردة هنعمل فطيرة بالسجق. اسهل طريقة وسهلة جدا للطلبة المتغربين، وهي الصفحة معمولة Thank you.
بص يا اسطى بيضربوا بعض. ايه في الفرن؟ دلوقتي عملنا الكوبيتزي في العجين. يا عم انت مش بتعمل، احنا بنشجع الاهلي. مشجع الاهلي.